الثاني يقطع الكرة. عدي زهرة كرة عرضية الآن باتجاه لوكاس والرواج فرصة والهدف الأول كانت متجهة إلى لوكاس لكن وصل إلى الكرة هو يوسف الرواجدي وكرة رأسية على يمين رشيد رفيق هدف في أول 4 دقائق في الشوط الثاني عن طريق اللاعب الدولي يوسف الرواجدي ذكية إلى ياسر رواجدي يتقدم ياسر تمريرة فرصة والهدف الأول جول المرتزقة قصة من ألف مباراة كثيرة ولا أروع بينية وأيضا تقدم ياسر رواجدي كرة على قدم يوسف رواجدي كرة أمامية فرصة الآن ممكن فيها هدف رابع هو يقتلب نعم هو يأتي الآن يأتي من يوسف الرواجدي مهدي علام سلم إلى يوسف الرواجدي الهجم المرتده الفيصلوي ينتظر تقدم خليل بني عطيه وهنالك اعطاء الفرصه والافضليه من احمد فيصل الكره العرضيه لخليل وجول بالتحيه للشهداء ولذويهم بالتاكيد هذه الرياضه يجب ان تجمعنا ولا ابو لوم قريب من كل اللقطات هذا يوسف الرواجدي داخل منطقة الجزاء وجول جول الرقابة ليسجل الهدف هذه رمية التماس استقبلها الرواجدي محمد عبد الرؤوف وعرضية ممتازة وفي النهاية خليل لاعب وبالتالي دكة بدلاء شباب الأردن تعاني دكة الفيصلي أقوى هذا الرواجدي رائع لمعتز ياسين وهذه كرة في اللاعب يوسف الرواجدي لا يوجد تسلل ويستأنف اللعب لوكاس حضرها وجول جول هذا العمل كان منذ البداية شوف يوسف الرواجدي حافظ على كرته ومشاكل شباب الأردن في قلب الدفاع مستمرة لمسة غمزة وعلى الطاير ربا هدف جاخير على لوكاس مسجل هدف الثاني لفريق الفيصلي كرة الآن لوكاس إلى الرواجدي تمريرة في المقدمة بعد تمريرة ولا أذكى من يوسف الرواجدي يوسف الرواجدي يضع الكرة مقشرة على الأول الفيصل يحاول التعديل على الأقل قبل نهاية الشوط الأول يوسف الرواجدي وهذا جول جول من يسجل اليوم في مرمى الصريح قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة ويكون هدف التعادل هدف من الحارس رانا تبقى الخطوة الأردنية يوسف الرواجدي يعكس كرة والهدف الثاني
الهدف الثاني عن طريق الكوبرا حمزة الدردور. حمزة الدردور يسجد. الدردور شاهد الآن اللاعب أحمد سمير يسدد، تتصد من الحارس وتصل عند اللاعب يسر واجده يوسف، التمريره الذكيه عند حمد الدردور خالد.